مساء الخير على كل مشاهدي شاشه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم اخبار اون تايم. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هيكون لنا جوله في اخبارنا المحليه واخر المستجدات على الساحه العالميه وابرز الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى. خلونا نبدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم مع ابرز العناوين. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات المونديال وانضمام محمد شريف للمعسكر. إدارة الأهلي تجتمع مع كولر لبحث مصير الأجانب بعد العودة من سويسرا. مجلس الزمالك يبدأ صرف المستحقات الخاصة باللاعبين بعد التتويج بالكونفدرالية. المغربي أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. من العناوين خلينا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا المحلية. فرص سليم والتصويب والهدف جول وعرضية الاستلام والهدف مش ممكن يصدها، يتألق يتألق عرضية ساحرة ولكن الاستلام يا سيدة الاستلام هو كل الجمال. هو مش قالوا هنبدأ أخبارنا من عند منتخبنا الوطني اللي بيواصل تدريباته اليومية على استاد القاهرة للاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. منتخبنا مازال في رحلة البحث عن الوصول إلى كأس العالم. إن شاء الله عندنا مباراتين مهمين جدا 26 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. منتخبنا خاض تدريباته امبارح وسط أجواء وحماس كبير جدا من كل اللعيبه وحضر هذا التدريب مسؤول اتحاد الكره. انضم اخيرا محمد شريف المحترف بنادي الخليج السعودي للمنتخب الوطني وانتظم جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح اللي ان شاء الله ينضم لمنتخبنا الوطني يوم السبت المقبل باذن الله تعالى. على هامش المنتخب في طبعا شكوك حول اصابه احمد فتوح. احمد فتوح طبعا قد اصيب في مباراة الزمالك والاتحاد لكنه دخل لمرحلة تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني برئاسة محمد أبو العلا. شكوى طبعا هي عضلة الضمة، عنده كده زي جزع بسيط في العضلة الضمة لكن الجهاز الطبي شغال عليه منذ وصوله إلى منتخبنا ومعسكره الوطني. إن شاء الله يرجع ويبقى احسن من اول باذن الله تعالى. طبعا عارفين ان محمد حمدي موقفه هيبقى صعب لانه عنده ايقاف فمش هيبقى موجود في المباراه القادمه، فمنتخبنا بيعول على احمد فتوح ان يعود باذن الله تعالى باسرع ما يمكن ليشارك في اللقاءات المقبله. نروح برضو لمنتخبنا الاولمبي والبرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني اللي طلب من جهازه معاهم تجهيز تقارير فنيه عن مباراه كوتوفوار اللي هتتلعب وديا بالقاهره، هيلعبوهم مرتين 17 و11 من نفس الشهر الجاي باذن الله على هامش الاستعداد للاولمبيات الخاصه بباريس. ينطلق المعسكر في الاول من يونيو المقبل باذن الله بالقاهره. منتخبنا هيواجه منتخب كوتوفوار بوجود طبعا مجموعه من المحترفين. ان شاء الله باذن الله المباراه هتتلعب يوم 7 و11 المقبل باذن الله تعالى. منتخبنا لو حضراتكم نسينا فكركم بيقع في المجموعه الثالثه باولمبياد باريس بجانب كل من اسبانيا واوزبكستان ودومينيكان. كل التوفيق لمنتخبنا في هذه المهمه الكبيره في اكسلانس البطولات الاولمبيه. لسه مع اخبار منتخبنا الاولمبي وكمان انا الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي الاتفاق على خوض لقاءين وديين بعد السفر الى فرنسا، وان شاء الله هنلاعب منتخبي اوكرانيا والعراق، وفي تمسك من المنتخب الاوكراني ان هو يواجه منتخبنا عشان عنده في المجموعه بتاعته المنتخب المغربي، فهو بيعتبر منتخبنا نفس المستوى ونفس الاتجاهات ونفس الثقافه، وبالتالي مهم جدا انه يواجه منتخبنا.
من منتخباتنا نروح لاخبارنا الخاصه بكاس مصر. مباراه كاس مصر مولعه النهارده، هتقام مباراتين فقط في دور ال 32 بعد تاجيل مواجهه الزمالك مع بروكسي والاهلي مع الالومنيوم. ان شاء الله هنتابع النهارده تفاصيل مباراه المصري مع جمهوريه شبين الساعه 5 باستاد برج العرب. ان شاء الله المباراه ستذاع على شاشه اون تايم 1. الاسماعيلي بيستضيف القناه، يعني ديربي الاسماعيليه الساعه 8 مساء باستاد الاسماعيليه، وان شاء الله المباراه تذاع على شاشه اون تايم 1. خلينا نتكلم بشكل اكبر عن هذه اللقاءات. لقاءات الكاس ملهاش كبير، زي ما انت شفتوا الترسانه تفوق على المقاولون في واحده من اللقاءات الصعبه جدا اللي بيعاني المقاولون بقاله فتره. كذلك فوز طلائع الجيش بصعوبه في مباراته اللي فاتت مع في كاس مصر، فبالتالي كل اللقاءات بتبقى صعبه، مفيش حاجه سهله. زد كان متاخر على الداخليه، كان في برضه بعض المناوشات في هذه المباراه لما وصل زد لنتيجه المباراه، فبالتالي دي ثقافه كل المدربين داخل غرفه الملابس. بالتاكيد نفس الكلام اللي قاله علي ماهر للاعيبته قبل ان يستضيف جمهوريه شبين على استاد برج العرب الاسكندريه. لقاء مفيش شك لن يخلو من المتعه والاثاره. المصري البورسعيدي بيعمل لابعد نقطه انه يوصل ويروح للقب من اجل اسعاد جماهير بورسعيد اللي تطمح بقالها فتره للحصول على لقب فردي، بقالهم كتير ما لم يحصلوا على هذه البطولات. كذلك طموح جمهوريه شبين عاوز يحقق مفاجاه ويتخطى عقبه الفريق البورسعيدي ويتاهل لثمن نهائي كاس مصر. مفيش شك ان مباراه كبيره على الورق، ان شاء الله نشوف مباراه محترمه بين فريقين كبار. يفتقد علي ماهر مدرب نادي المصري مباراه اليوم خدمات معتز زدام لاعب الفريق اللي بيتوجه الى تونس، خلاص انضم الى معسكر بلاده لخوض مباراه التصفيات المؤهله لكاس العالم. في مباراه اخرى يستضيف فريق الاسماعيلي بقره ايهاب جلال فريق القلاعه على استاد الاسماعيليه، وايهاب جلال فضل عدم رحب بعض اللاعبين من هذه المواجهه مثل احمد الشيخ وعبد الرحمن مجدي ومحمد دسوقي ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح فرص بعض اللاعبين وحذر كل اللاعبين المتواجدين من التهاون امام القناه اللي بيستعد لمستواه في يعني شفنا القناه في دوري المحترفين قدم كره حلوه، فبالتالي فريق مش سهل جدا فممكن يباغت الاسماعيلي في اي وقت. ايهاب جلال اتكلم مع لعيبته لازم نستغل كل الفرص، اي حاجه تيجي قدام الجول لازم تبقى فيها ثقه وفيها اصرار انك تجيب جول، مش عاوزين نعيش تفاصيل ومفاجات الكاس مع الانديه الكبيره. في المقابل احمد العجوز واحد من مدربي الاسماعيلي السابقين والمدير الفني الحالي لفريق القناه عاوز طبعا يحقق بطاقه العبور لدور ال 16 والاستمرار في سلسله النتائج الايجابيه اللي حققها الفريق في اخر مباراته في الدوري المحترفين، لان القناه انهى مشواره في دوري المحترفين في المركز العاشر برصيد 36 نقطه. في شك ان المفاجات مستمره، وزي ما قلت لحضراتكم المفاجات كانت حاضره امس في المباراه في المباريات اللي ضمت امبارح. امس المباراه الاولى كانت لجامعه المقاولين والترسانه وشواكيش مصر، قدروا ان هم يفوزوا بقياده المدير الفني المميز حسين شكري وهدف كيشو اللي حسم المواجهه وتاهل الترسانه على حساب المقاولين لدور 16. معانا مجموعه من اللقاءات، تعالوا نشوف فرحه لاعبي الترسانه ونرجع نكمل مع حضراتكم. نشكر فضله. الماتش كان ماتش مهم مع فرقه كبيره وفرقه محترمه وجهاز محترم كابتن معتمد والناس اللي معاه وكابتن طلعت، بنقول الحمد لله. وده يعني في المسيره بتاعتنا يعني حاجه حلوه يعني ايه لمراره الماتش اللي فات. يعني الماتش اللي فات ادينا وحاولنا ان احنا نعمل علينا، ربنا ما كانش موفق، فبنقول الحمد لله رب العالمين. بنحاول ان احنا نشتغل تاني، عندنا ماتش السويس اهم حاجه وماتش مهم جدا ان شاء الله باذن الله نبدا نستعد له يوم الاحد. الحمد لله الناس برضو اللي ما كانتش بتاخد بفتره كبيره النهارده ادوا بشكل كويس جدا، فبنحمد ربنا وبتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معانا ان شاء الله بامر الله الماتش الجاي. توقيت الهدف كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نخش بين الشوطين ان احنا نبقى متقدمين، فكانت فرقت معانا جدا، هدينا اللعيبه وان احنا نلعب كوره، احنا كمان بنلعب كوره كمان افضل من كده الحمد لله. فهي انت بس الضغط العصبي بتاع الصعود وبتاع الماتش والنادي المقاولين ونادي كبير وبتلعب نادي دوري ممتاز، برضو التاثير على الولاد يعني هم ادوا الحمد لله النهارده بروح، وده كان اللي يهمني اكتر من اي حاجه. اكتر ساعات اوقات الروح بتبقى بتغطي لو الفنيات قليله شويه او مش موجوده او
الضغط العصبي شديد، الروح بتعوض الحاجه دي. فالحمد لله رب العالمين، هم كانوا رجاله ويستاهلوا النهارده ان هم يكسبوا، ادوا اداء كويس، وبتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه تبقى احسن وافضل ان شاء الله بامر الله. احنا جايين مستعدين ان احنا نكسب عشان احنا متعودين على المكسب على طول، وان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله ان شاء الله. فوز النهارده دفعه معنويه في البطوله الرباعيه؟ اه طبعا طبعا، ده هيخلينا نروح الماتش السويس ان شاء الله يوم الاحد، نبقى متحمسين للفوز وان شاء الله هنكسب باذن الله ان شاء الله. هو طموحنا ان احنا يعني نوصل للنهائي وممكن ناخد الكاس باذن الله، عشان احنا فرقه كويسه ومجموعه كويسه باذن الله. اكيد احنا الحمد لله جايين عارفين ان احنا بنلعب فرقه كبيره، بس احنا عاملين حسابنا ان احنا جايين نكسب عادي. احنا برده الترسانه نادي كبير ونادي عريق وليه اسمه، وفي لعيبه كبيره وفي لعيبه كويسه ومحترمه برده الناس لازم تبص عليها. فدي تخيل انت ان دي المجموعه اللي ما بتلعبش، في مجموعه كبيره قاعده بره، احنا كلنا واحد وان شاء الله ربنا كرمنا في الماتش ده، بنركز عشان احنا عندنا ماتش ومنحد في دوري الترقي، هو ده اللي مركزين فيه اكتر يعني. اكيد طبعا ده دفعه معنويه لكل اللعيبه، ان هو انت فزت على المقاولين بره، فانت رايح تلعب السويس، فاكيد برده السويس هيبقى عامل حسابك، فانت بتستعد اكتر واقوى، فعشان تركز ان هو يبقى ان شاء الله ماتش ربنا يكرمك تاخد منه 3 بونت، هو ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله. الحمد لله فوز مهم جدا في وقت محتاجينه، نادي الترسانه نادي كبير، فوزنا على فريق محترم نادي المقاولين نادي كبير من الانديه العريقه. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده وتاهلنا بدور ال 16، ولسه عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاحد، ماتش مهم مع نادي منتخب السويس نادي محترم. ربنا يكرمنا في اللي جاي وان شاء الله خير يعني باذن الله. والله طبعا في البدايه الحمد لله ربنا كرمنا بالماتش، تعبنا مجلس الاداره بصراحه في ظهرنا، الناس ما اثرتش معانا في حاجه خالص. الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله نقدر نكمل يعني ونوصل لدور اكتر من كده بكتير ان شاء الله. بصراحه الجهاز اتكلم معانا في حته المعنويه، ان مفيش فرق يعني بين الممتاز والدرجه اللي تحتها، نلعب كورتنا عادي، فرقتنا لعيبه كبيره الحمد لله، ادينا كويس، ضغطنا شويه بس ده طبيعي، وكنا ممكن نكسب اكتر من كده كمان في الشوط الثاني، والحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا من الماتش الحمد لله. بحمد ربنا طبعا على الاداء، وضربه الجزاء كان تغيرت مجرى الماتش خالص طبعا. تعبنا واستغلنا طبعا الحاله بتاعه المقاولين، ان هم ماشيين بشكل وحش في الدوري، فمضغوطين طبعا الله يكون في عونهم، وكان معنا توفيق ربنا، فالحمد لله ربنا كرمنا. فرحة مهمة جدا لشواكيش مصر على ذئاب الجبل المقاولون العرب، وسط أجواء كبيرة جدا وتفاعل كبير جدا من كل اللعيبة زي ما حضراتكم شفتوا. أكيد الترسانة بيفكر في مباراة الأحد المقبل، ودي كانت واضحة جدا على لسان كل اللعيبة أمام منتخب السويس، مباراة هتحمل معاني وطموح كبيرة جدا لكلا الفريقين اللي لهم تاريخ كبير جدا في وباع كبير جدا في الدوري المصري سنوات، وبالتالي هذه المنافسة ستكون لها طابع خاص وطابع تاريخي مختلف. كل التوفيق لكلاهما في الآخر المستفيد مشاهد كرة القدم المصرية. نروح لمباراة تانية شفنا فيها مفاجأة من المفاجأة الكبيرة، دور 32 لكاس مصر رغم الفرق في المستوى بين طلائع الجيش وبورفؤاد، لكن الندية كانت حاضرة في هذه المباراة، حسم اللقاء جودوين من ضرب جزاء لطلائع الجيش، غير شكل وملامح المباراة لأن أعطى لطلائع الجيش بطاقة التأهل والعبور لدور 16. معنا مجموعة من اللقاءات بعد المباراة، تعالوا نشوفها ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله طبعا على النتيجه النهارده، يمكن النهارده الاداء مش احسن حاجه من طلائع الجيش، احنا بنلعب فرقه برده فريق دور فؤاد، فرقه كويسه، فرقه محترمه، فرقه منظمه جوه الملعب، معاها جهاز فني محترم، كابتن سامر، كابتن احمد بكري، كابتن علي كاشا، عندهم فكر بيشتغلوا عليه، فمريحين بقى لهم فتره، احنا يمكن لسه لاعبين من يومين، احنا يومين بالظبط ولعبنا النهارده، وكان ماتش عصبي جدا مع بلدي المعله، كان ماتش كبير برده، وكان ماتش بثلاثه بونت مهمين جدا بالنسبه لنا، بحيث احنا في مكانه كويسه في الدوري الحمد لله، ويمكن ماتشات الكاس هو حق مكتسب لكل الانديه، ف الماتشات بالظبط كده، هو كله عنده طموح ان هو يوصل لابعد النقطة في كاس مصر. ما اتفرجناش على فرقه بور فؤاد كتير، ما نعرفش الافراد اللي فيها، طبعا بس فرقه محترمه جدا، لعيبه كويسه جدا، ربنا يكرمهم طبعا في الدوري بتاعهم. يمكن ده كانت الصعوبه في الماتش، ان هم طبعا اي فرقه اقل من الدوري الممتاز بتحاول قدام الفرقه الدوري الممتاز بتحاول تثبت
مكانتها، اللعيبه كلها عايز تثبت لمصر كله بيتفرج عليهم، ماتش مذيع. الحمد لله على المكسب والصعود من ضمن دور. بتلعب فرقه محترمه بالنسبه لنا، هي يعني احنا طبعا ما اتفرجناش عليها كتير قبل كده، الجهاز الفني برده ما شفنا لهمش حاجه، ما اشتغلناش عليها. يمكن اشتغلنا بشكل عام ان احنا الكابتن باسيوني النهارده كان كل كلامه معانا ان احنا خايفين من المفاجاه بتاع الكاس، مفاجاه الكاس مش عايزين نبقى احنا المفاجاه. اتفرجنا شويه قبل الماتش على ماتش الترسانة والمولين، طبعا الترسانة درجه تانية كان كسبان المولين، احنا كان كسبان قبل ما ننزل، فدي كان الكابتن باسيوني كان بياكد عليها جدا ان احنا كنا خايفين من المفاجات اللي بتحصل في الكاس دايما، فده اللي خلى الاداء يمكن شويه ما كانش اللي هو زي الماتشات اللي فاتت. الاول طبعا انا بشكر النادي، نادي بور فؤاد. انا اتفاجئت بصراحه لما رحت هناك، عندهم امكانيات، ونادي نادي عريق عندهم امكانيات كويسه جدا. بشكر اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى لها شهرين ونص، تأدي كده قدام نادي طلائع الجيش اللي بيلعب كل 3 ايام ماتش في الدوري الممتاز. فارق في المسابقات كبير جدا، بتلعب في الدوري الممتاز وفرق بور فؤاد بتلعب في الممتاز بيه حتى مش في المحترفين. بس انا عايز بس يعني بعد ما اشكر كل المنظومه والشغل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت، وعملنا مجموعه من الماتشات الوديه مع فرق الدوري الممتاز زي الاسماعيلي، ولعبنا ام بي، ولعبنا كهرباء اسماعيليه، لعبنا القناه، عملنا مجموعه من الماتشات الوديه فرقت شويه في اداء اللعيبه. النادي طلع الجيش نادي كبير جدا، كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب كبير، هم استحقوا الفوز، هم نادي اعتقد ان هم دايما في مسابقه الكاس بيوصلوا لادوار متقدمه. فالحمد لله بشكر لعيبتي جدا فاجئوني في الناحيه البدنيه ان قدروا يكملوا لغايه الاخر. احنا ما بنلعبش ماتشات، الناحيه البدنيه ان في الاخر طلائع الجيش هو اللي يسيب الكره تطلع بره ويضيعوا وقت عشان النتيجه تخلص 1-0. فاعتقد دي كفيله جدا ان الولاد دول يفرحوا بنفسهم. انا كنت بزرع جواهم ان الفوز، ان اللعيبه كلها شبه بعض، دي انا مصدقها جدا ان اللعيبه كلها شبه بعض. المواهب قلت جدا، اللعيبه كلها فعلا مجرد ان انت تشتغل بس ويبقى عندك تكتيك واللعيبه تحفظ كل الفوارق، لو في فوارق بدنيه او قوه مسابقه هي دي بس الفرق ما بين نادي بور فؤاد ونادي طلائع الجيش. بشكر الجميع وببارك لنادي طلائع الجيش. طبعا اللعيبه كلها عملت اللي عليها، كله عمل اللي عليه كلاعيبه كجهاز فني كمجلس اداره، على راسهم طبعا الباشمهندس احمد رضا ما قصرش معانا في اي حاجه، وحابب اشكر اللعيبه جدا وعملنا اللي علينا، وزي ما قلت لك كان ضربه جزاء 100% يعني، واللعيبه كلها عملت. حابب اشكر الكابتن سامر طبعا، مدي لكل اللاعب الثقه وفارق معانا بشكل كبير، والحمد لله طبعا. بساطة من كل التصريحات، رضا واضح على وجوه كلا الفريقين، انتصار حقيقي ومنطقي لطلائع الجيش بعد أداء مميز. يمكن دي كانت نتيجة مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد، هدف عن طريق جوديان اللي أعطى لهم بطاقة العبور. مشاهدينا الأعزاء اسمحوا لنا فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد، ونروح لاخبار القطبين، والبدايه مع اخبار النادي الاهلي. ويعقد مسؤولي النادي الاهلي جلسه هامه مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق عقب انتهاء الاجازه اللي حصل عليها بعد التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا. يرغب ما فيش شك الاهلي في حسم مصير بعض الملفات خصوصا من الاجانب للفريق، خاصه وان هناك عروض بدات تصل لبعض اللاعبين الاجانب بالفريق، في مقدمتهم المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي فيستيا والتونسي محمد أضو كريستو. يرغب مسؤولي الأهلي طبعا في الرد في هذه الاستفسارات، عروض جاية للعيبة، حد فيهم هيكمل حد فيهم هيمشي، فالنادي محتاج رد قاطع من السويسري مارسيل كولر في هذه النقطة. كمان اقترب مسؤول الاهلي من حسم ملف تجديد قائد المنتخب الوطني وحارس عرين شباك النادي الاهلي، واحد من نجوم الكبار محمد الشناوي في الفتره اللي فاتت. طبعا كان النادي الاهلي كان مشغول بالمباريات الحاسمه في دوري ابطال افريقيا، الملف ده اتاجل شويه لحد ما تنتهي البطوله، ودلوقتي الشناوي داخل معسكر المنتخب. ان شاء الله لما يرجع الشناوي من معسكر المنتخب هيكون في نيه رسميه لتمديد عقد الشناوي لفترات مع النادي الاهلي، واحد من نجومه الكبار، واحد من الحراس المميزين في تاريخ النادي الاهلي. نروح لاخبار نادي الزمالك، وقرر مجلس اداره نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين طبعا بعد الفوز بالتتويج ببطوله الكونفدراليه. ده القرار ده جاء كنوع من التشجيع، وده منطقي وده حقيقي وواقعي، والوفاء بالتزامات الاداره تجاه هذه النجوم اللي قدرت تسعد كل الملايين وكل الجماهير المحبه والعاشقه لكره الزمالك البيضاء.
كمان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الكابتن بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية. وجه كابتن حسين السيد عضو مجلس الإدارة الشكر لكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنيا له التوفيق في النجاح في الفترة المقبلة والاستفادة منه كأحد المناصب والكوادر المخلصة لنادي الزمالك. أكد حسين السيد أنه تم عمل جلسة خاصة مع كابتن بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعدادا للموسم الجديد والاتفاق على الأجهزة والكوادر الفنية والإدارية الجديدة بالنادي. بدأ مسؤولي نادي الزمالك خطوات تسويق البنيني سامسون أوكونولا. إيكونولا طبعا بقاله فترة طبعا في حيرة داخل نادي الزمالك بخصوص هذا اللاعب بالتحديد، لكن في الأخير كوميز أعطى الضوء الأخضر إن إحنا مش حابين تواجد هذا الراجل في الفترة اللي جاية، وإن إحنا محتاجين نختار لعيبة قادرة على صنع تقدر على صنع الفوارق داخل النادي، خصوصا كمان بعد إبلاغ نضاي بفسخ تعاقده بنهاية هذا الموسم الحالي. فبالتالي الزمالك بيعرض سامسون للبيع عشان يكون في بديل جديد ومختلف في نادي الزمالك. نروح لنادي بيراميدز، ومصادر اكدت نيه نادي بيراميدز لضم اشرف بن شرقي اللي تداول اسمه في الفتره اللي فاتت اما ان يكون احد العائدين لنادي الزمالك، ولكن هناك نيه واضحه لنادي بيراميدز وحصل تعاقد شفوي بين اللاعب ووكيله وكمان اداره نادي بيراميدز ل الحصول على خدماته لموسم جديد. الكلام راح لحد مليون دولار في الموسم، لكن أشرف بن شرقي رد قال أنا محتاج 1,400,000 من أجل الموافقة على العرض والتواجد بقميص السماوي لفترة انتقالات صيفية قادمة واضحة لنادي بيراميدز. حتى الآن الكلام لسه ما انتهاش والتعاقد لسه ما تمش، ولكن دي نية واضحة بين الطرفين حبينا نعرضها لحضراتكم. محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي بدأ المرحلة الأولى من التأهيل عقب إجراء طبعا جراحة الرباط الصليبي اللي نجح بفضل الله تعالى في ألمانيا تحت إشراف جهاز طبي متخصص في العظام. سلامات لأبو جبل، قد أصيب في مباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري، اتصاب بسببها وبعد كده بعد خالص، وكان في يعني تصريحات إنه ممكن يجيب من 6 ل 8 شهور حسب طبعا كفاءة العضلات وحالة اللاعب. طبعا هي بتفرق، في لعيبة بترجع في 4 وفي لعيبة بترجع في 6 وفي لعيبة بترجع في 8، لكن في الأخير أيهما، نتمنى الشفاء العاجل لواحد من نجوم حراس المرمى الكبار محمد أبو جبل وحارس مرمى نادي البنك الأهلي. مشاهدينا الأعزاء تسمحوا لنا بفاصل قصير، ابقوا معنا. هنبدا اخبارنا الخاصه بالالعاب الاخرى من عند كره اليد، حيث اسفرت كره بطوله العالم لكره اليد 2025 المقبله التي ستقام بدول الدنمارك وكرواتيا والنرويج عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعه الثامنه بجانب منتخبات كل من كرواتيا والارجنتين والبحرين. وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعه الاولى ضمت المانيا والتشيك وبولندا وسويسرا، المجموعه الثانيه الدنمارك ايطاليا الجزائر تونس، المجموعه الثالثه فرنسا النمسا قطر الكويت، المجموعة الرابعة المجر هولندا مقدونيا الشمالية غينيا، المجموعة الخامسة النرويج البرتغال البرازيل الولايات المتحدة الأمريكية 6، المجموعة السادسة السويد إسبانيا اليابان تشيلي، المجموعة السابعة سلوفينيا أسلندا كوبا كافيردي، المجموعة الثامنة مصر كرواتيا الأرجنتين البحرين. كل التوفيق لمنتخبنا في هذه المهمة الكبيرة. من كرة اليد نروح لكرة السلة، وأخطر الاتحاد المصري لكرة السلة نادي الأهلي والاتحاد السكندري بالموافقة على الطلب الذي قد تقدم به الناديين لاستخدام حكام أجانب في مباراة الدور النهائي المقرر لها أن تجمع الفريقين بعد أن صعد الثنائي إلى منافسات نهائي هذه البطولة. وأبلغ مسؤول اتحاد السلة إدارة كلا الناديين أنه لا يمانع من استخدام حكام أجانب شرط أن يتحمل الناديين التكاليف الخاصة بهذه الحكام. صعد الأهلي إلى نهائي الدوري على حساب الزمالك، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج إلى هذه المباراة. وما زلنا مع كرة السلة، واللي بتشهد النهاردة إقامة مباراة كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مع سبورتنج في اللقاء الثالث بين الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام البيست أوف فايف.
تنطلق المباراة في 8 مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى وتذاع على شاشة اون تايم 2. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. يعتبر الجهاز الفني الأهلي المباراة في غاية الأهمية لكلا الفريقين لتأكيد التفوق من أجل حصد اللقب. سيدات السلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68 وفي المباراة الثانية تفوق بنتيجة 89-79 وفي حال فوز فريق الأهلي في المباراة الثالثة يتوج رسميا ببطولة الدوري لكرة السلة سيدات. نروح لكرة الطائرة. بنادي الزمالك واللي أعلن عن تعيين البرازيلي كارلوس شوانكن على رأس القيادة الفنية لكرة الطائرة رجال استعدادا للموسم المقبل لكرة الطائرة الزمالكوية التي عانت في هذا السيزون من عدم الوصول إلى منصات التتويج في خسارة لكل البطولات في الموسم المنقضي، دوري وكاس مصر وسوبر محلي وكمان الاعتذار عن المشاركة في بطولة أفريقيا. تم تكليف رامي نصحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالإشراف على فريق رجال كرة كرة الطائرة لتجديد الصفقات وتحديدها مع المدير الفني الجديد وتحديد كمان الراحلين إلى هذا الموسم. نروح للكاراتيه حيث وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى المغرب طبعا للمشاركة في البطولة الكبرى في منافسات بطولة البريمير ليج التي تقام في الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل. ويشارك منتخب الكاراتيه في البطولة بقائمة تضم 21 لاعب ولاعبة. مشاهدينا بهذا الخبر خلصت أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى. نروح دلوقتي لآخر فقرتنا وهي فقرة وان شوت. نجم وان شوت النهاردة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 39 سنة واللي بيواصل تحقيق كل الإنجازات التاريخية وتحطيم كل الأرقام القياسية في عالم كرة القدم. رونالدو قدر أنه يحسم لقب هداف الدوري السعودي بعدما سجل 35 هدف وما اكتفاش أنه حقق رقم قياسي جديد وحطم رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله اللي سجل من قبل في موسم 2019 34 هدف. طبعا اللي بيحقق لقب الهداف بينال جائزة الحذاء الذهبي. تخيلوا بيحسم لقب الهداف لمرة كان في تاريخه. رونالدو وصل ل 18 مرة يكون فيها الهداف 18 مرة. يعني ما اعتقدش ان في لعيب على مدار السنوات اللي فاتت قدر يعمل ده غير رونالدو. بيشارك فيها على مدار 20 سنة في ملاعب كرة القدم. 20 سنة 18 مرة هداف البطولات وهداف الأدوار الإقصائية وهداف أبطال أوروبا 7 مرات. فبالتالي الحذاء الذهبي عنده منه كتير لكن بيختلف بس الأشكال والألوان. أعتقد هداف لقارة أوروبا 4 مرات. كمان حصد النجم البرتغالي لقب الهداف الدوري الإسباني 3 مرات وفي الدوري الإنجليزي والإيطالي والسعودي وحصل على اليورو مرة واحدة. مش بس كده أصبح كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بلقب الهداف في 4 دوريات مختلفة لأنه حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد وهداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد وهداف الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وهداف الدوري السعودي مع النصر. إنجازات ما بتقفش، إنجازات تاريخية ما قدرش أي لاعب في تاريخ كرة القدم إنه يحققها غير رونالدو. أسطورة حية وعشاق كرة القدم محظوظين إنهم بيعصروا هذا اللاعب بالجودة العالية جدا اللي بيقدمها رونالدو بالأرقام القياسية اللي مش بتقف والقصة اللي مش بتنتهي وسجل الأهداف اللي مش هيتوقف في أي مكان. أعتقد إن 35 هدف في هذا الموسم و11 تمريرة حاسمة لم تكن كافية لهذه الإسهامات الكبيرة لتاريخ تهديف كبير جدا لعمر كبير جدا من هذا النجم. تاريخ جديد يضاف لرونالدو، تاريخ كبير جدا يضاف في الكرة السعودية. نجم بهذه القيمة ما زال يمتع العالم بإمكانياته وبحضوره وبتأكيد على شخصيته وبالمايند سيت المختلفة بتاعته. وبالتالي نحن فعلا محظوظين بهذا النجم. مشاهدينا الأعزاء انتهى حديثنا في هذا المساء ولن تنتهي أخبارنا. أشوفكم على خير ودايما بالخير في أخبار طيب.